أنا الحب عندي هو حب فكري، أو حب هو مجنون بمقادير متنوعة أو متغيرة. فأنت ترمي 20 كيلوغرام من حليب نيدو أو 3 كيلوغرام من الشوكولاتة كما فعلت نفرتيتي الفرعونية قبل آلاف الأعوام، فهذا شيء حسن. أن تفتح ديوان الشعر لهولدرين أو يوجين كليفك أو رامبو، أن تغمض عيني وترحل مع رامبو حينما كان في البحر وسفينته تتلاطم يكتب أجمل القصائد، سرق بشعره أحلامنا الجميلة، وقد سرق في الواقع كنوزا كبيرة في اليمن في ذلك الزمان. كان مرتزقا وحبيا وفايكنج في نفس الوقت وقاطع طريق.